رأيك غير رأيي، غير رأيها، غير رأي ناس كثير. لازم يكون هناك اختلاف، لكن هناك مواضيع كلنا غالبا نتفق فيها، وهذا الذي يسمى الرأي العام. من خلال برنامج رأي عام سنتعرف على رأي المجتمع والإعلام والصحافة ورأيكم أنتم أيضا، من خلال مشاركتكم على الهواء مباشرة في كل قضية أو ظاهرة أو خبر يتعلق بحياتنا، لكي نكون للحقيقة أصدق. للمشاركة بالبرنامج يرجى إرسال رسالة نصية بكلمة رأي عام على الرقم التالي: مشاهدينا الكرام حياكم الله معنا في برنامج رأي عام، برنامجكم أنتم دائما والذي يطل عليكم من شاشة قناة عدن الفضائية تلفزيون عدن، دائما يكون قريبا من المواطن اليمني في أحلك الظروف، وهذه هي الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني. لن تقف قناة عدن إطلاقا عن أن تكون مواصلة للنضال الحقيقي والوطني. فنحن معكم اليوم في حلقة من حلقات وسلسلة برنامج رأي عام الذي دائما يناقش كل الهموم والقضايا التي تعيشونها في نطاق محافظة اليمن الحبيب. كما تعودنا دائما أن نستقبل اتصالاتكم فقط عبر إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم المدون أسفل الشاشة، بعد ذلك يتم التواصل معكم من كنترول قناة عدن الفضائية. وأنوه دائما أن هذا الرقم لا يستقبل الاتصالات فقط لإرسال رسائل SMS، رسالة نصية رأي عام، بعد ذلك يتم التجاوب معكم بإذن الله من الشباب القائمين في كنترول قناة عدن الفضائية، ويتم التواصل معكم وتكونون معي على الهواء مباشرة لنعرف آخر المستجدات وما هي الهموم التي تعيشونها في مديرياتكم وفي كل مناطق اليمن الحبيب. مشاهدينا الكرام، كثير من القضايا والهموم ناقشناها عبر شاشة قناة عدن الفضائية، وكان هناك تجاوب كبير من قبل السلطات المعنية ومن الحكومة والمعنيين في كل المواضيع والهموم والقضايا التي يعيشها أبناء اليمن الحبيب. واليوم نحن نستقبل أيضا اتصالاتكم لنسمع منكم كثير مما تعيشونه، ونتلمس هذه الهموم ونعيشها بوجع حقيقة، لأن الوضع اليوم هو مأساوي جدا وللغاية في كثير من المحافظات. هناك محافظات لا زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية البغيضة، وهناك محافظات تم تحريرها، والحمد لله هناك مناطق واسعة وشاسعة من الوطن الحبيب في يد الشرعية والجيش الوطني وشباب المقاومة الشعبية، وهذا شيء جميل جدا. ولكن هناك أيضا إشكالية في موضوع أن الحرب دائما بعد الحروب تكون هناك البناء أكثر صعوبة، ولكن هيهات هيهات يعني حبة حبة كما يقولوا إن شاء الله، ونكون بإذن الله يعني صانعين للمستقبل بإذن الله تعالى. معي على الهواء مباشرة في بداية للتواصل الخبير الأمني من محافظة عدن محمد إبراهيم، مرحبا بك. ألو، السلام عليكم، أهلا ألو. بك، نعم معك أستاذ محمد إبراهيم الخبير الأمني من عدن، يا هلا فيك. أولا نعزي الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء، ونشكر الرئيس عبد ربه منصور على مساعدة الجرحى ومساعدتنا والضغط على الأمن. وايضا نشكر الملك سلمان الذي اتصل للرئيس وقال انه سوف يتحمل الجرحى علاجهم وكل شيء. نشكرهم كلهم، نشكر قوات التحالف، نشكرهم. نعم يا اخي، الامن تحتاج الى زي ما قلنا المره الاولى، قلنا رقم الكاميرات ضروري. نعم 50 كاميرا او 100 كاميرا داخل عدن تكفي لكشف الارهاب الفاشي الحوثي. يعني اترك بالله الدواعش ما يجي يفجروا البنك، ليش؟ البنك المركزي، مو يشتم البنك المركزي، هذا كله عفاش، ويفجر لك بالناس هذم المساكين الله اللي يدور على معاشه. لكن شوف، في بالنسبه للامن لازما اعاده الخطط الاستراتيجيه للتأمين عدن، لازم إعادة النظر بحفظ التأمين، إعادة النظر في التمركز، وإعادة تمركز
والثبات والتحرك، توزيع المخاطر على حسب الواقع. نعم. شوف الجريمة دي اللي حصلت قبل الجرائم، لماذا لا يستفيدوا من التجارب من الأحداث اللي تحصل قبل؟ هذه الحالة لازم يكون في بها وقاية، إعادة الاستباقية. نعم. إعادة تنظيم الأجهزة الاستخباراتية الوقائية، لازم يكون زي ما قلنا لكم، لازم يكون في شبكة أمن داخل عدن، والاستفادة من المعلومة وإدارة المعلومة، أي معلومة توصل لازم يستفيدوا منها ويستفادوا منها، والاستفادة من الخبرات السابقة. يا أخي تحتاج الأمن، إدارة الأمن تحتاج إدارة تحتاج أكثر ذكاء. نعم. وتعمل بطريقة ذكية. صحيح. تغيير أدواتها، تعزيز الإجراءات الأمنية، رفع سقف الإجراءات الاستباقية والوقائية. يا أخي هذا اللي حاصل في عدن، يجب أن يكون في تعاون وتكامل مع كل الوحدات الأمنية. نعم. يكون في غرفة عمليات، في تواصل. شوف، والنقطة الخرق الآن الأمني اللي يحصل هو الاتصالات موجودة داخل القاع، الاتصالات داخل مع بيد الحوثيين والعطاشين، يعرفوا مراقبين الخطوط كامل. ولذلك أرجو من الرئيس عبد الرب منصور شبكة جديدة تقوم بها رجال الأعمال الإمارات ولا السعودية، تعمل شبكة للقوى المناطق المحررة كامل. الآن أنا أتعجب، شوف الاتصالات الآن لما تحصل بين المسؤولين الأمنيين والمسؤولين الآلة، كلها مراقبة عندهم، يعرف تصدق إنه حتى مراقبين الاتصالات مع الخارج، أنت داري إنه أكثر الناس ما يرسلوش إنهم يوقفوا رسائل حتى للتلفزيون لما تكون للتلفزيون السعودية ولا للتلفزيون عدن ولا أي شيء. الاتصالات يا جماعة، الاتصالات إيش من مهرة دي؟ الاتصالات تحتاج إلى تغيير الشبكة اللي موجود عندنا. نعم. يشوفوا يجمعوا بالمراكز الاتصالات مراقبة كل حاجة. لأنه شوف في 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 أخطاء عند الأمن، أو يعني زي ما تقول شوف الإرهابيين يعني عملياتهم مرنة وسريعة. لازم يكون إدارة الأمن ذكاء وسرعة. صحيح. وتأمين شامل ودراسة الوقت واستلام المعلومة وكل يعني حاجة تفصيلية كثيرة لا يفهمها المواطن لكن يفهموها رجال الأمن. أرجو من رجال أنا أشكر، شوف أشكر شلال وأشكر راعي دروز وأشكر قائد المنطقة وأشكر رجال الأمن معانا. شوف أنا لما أنتقد الآن أنا أنتقد أشتيهم، لكن حقيقة بذلوا جهود كبيرة، جففوا كل منابع الارهاب داخل عدن. نعم. خلال 4 شهور 5 شهور. نعم يا استاذ محمد ابراهيم، نحن عندما ننتقد فقط لبذل جهود مضاعفه، لكن في الميدان وحقيقه الامر هناك عمل دؤوب يقومون به. عمل مجهود كبير حقيقه. اشوف الان تشويه هذه كلها، انا اقول لك السبب هذه العمليه اللي حصلت حق الاسباب الرئيسيه، اسباب الرئيسيه واحد، بدأت على عجلة التنمية والإعمار وحركة عبد الرب منصور والحكومة تشتغل، فقاموا ايش يسووا الحوثيين؟ نعم. ولا لا؟ لأنهم واقفين لا. نعم. معهم لا مرتبات ولا شيء. نعم. يفجروا يعملوا إعادهم لا يعملوا أكثر. ليش؟ لأنه ما يشوفوا عجلة الإعمار، عجلة التنمية تشتغل. ثاني شيء الرواتب، شوف في عدة أسباب، لأنه الإعلام حقنا، النشطاء الإعلاميين الموجودين في عدن، كل حاجة صغيرة كبيرة يطلعوها بالواتس والانتشار، والمفروض يحتفظوا بجانب الأمني، ما يطلعوش الخبر إلا بعد ما يتأكدوا 100 مرة. الآن شوف، أنت داري أنه حصلت سرقة في إيه؟ سرقة الجامعة سرقت ملايين. يعني ما هوش اي خبر اطلاقي للوصول شيء، لما وجدت سرقات حقهم، قتل في الشوارع، يحصل قتل في اب وفي زمار وفي تعز وفي صنعاء، يعني القتل في صنعاء وفي زمار وفي اب، قتل يحصل في الشوارع، اختطافات. صحيح. لكن ما تشوفش انت الاعلام، ولا والله انهم الان في حاله سيئه جدا هناك،
لكن الامن حقنا قوي جدا صدقوني، لكن يحتاج الى ايش؟ يكون ذكي جدا، يكون يعني يعمل بطريقه ذكيه، يغير ادواته، يغير اجراءاته، يغير كل يشوف الاتصالات، يشوف الخلل. اظن الدخله هذه حق الاتصالات ضروري ضروري، اذا ما غيروش الاتصالات الامن مخروب، الامن في داخل عدن وفي الجنوب مخترق. انا احط لكم هذه يا صحيح. انا اشكرك كثير. فقط يعني ما عندي شيء. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. شكرا كثير. شكرا لقناتكم. والله شكرا والله انكم تعملوا جهد كبير جدا. واشكركم شكر كثير. حفظك الله اخي محمد ابراهيم، دائما سنكون ان شاء الله قريبين من عدن ومن كل المحافظات اليمنيه. هذه هي قناتكم انتم، وصوت الشعب دائما هو الاعلى والاكبر والاقوى عبر شاشات قناه عدن الفضائيه وكل قنوات اليمن الشرعيه. اذا احبتي المشاهدين، يعني حقيقه في هناك يعني نلاحظ بان هذه الجماعات الارهابيه المموله من قبل جماعة مأفونة من أنظمة سابقة والعياذ بالله، يعني هي تحاول زعزعة الأمن في عدن. ألا تلاحظون مشاهدين الكرام بأن عندما تبدأ الجوانب التنموية في محافظة عدن استقرار أمني، إضافة إلى وجود الكهرباء والخدمات المياه والصرف الصحي، وبدأت أيضا الميزانية تصل وصرفت في كثير من محافظات الرواتب، عندما تبدأ الحياة في عدن دعاة الموت ومن لا يريدون السلام دائما نلاحظهم متواجدين الآن. لماذا لا يتواجدون عند مثلا انقطاع التيار الكهربائي؟ مش متواجدين، يعني مش موجودين، هم موجودين فقط عندما الكهرباء تكون موجودة وعندما يكون الرواتب بدأت، يعني عندما الحياة تبدأ في عدن يبدأون هؤلاء بتشويه الأمن وزعزعتها. لكن نلاحظ عندما كانت الحياة للأسف يعني متعبة في عدن ولم تكن هناك الكهرباء ولم تكن الحياة والتنمية متواجدة بشكل قوي، لم نسمع لهم خالص هؤلاء المأجورين من قبل المخلوع وشلاليات الأنظمة السابقة. إذا نحن الآن إن شاء الله نقولها بقوة عبر شاشة قناة عدن الفضائية، عدن ستستقر بإذن الله، والأمن بإذن الله تعالى سيستقر إن شاء الله. الرواتب ستصرف الآن لكل المواطنين شمال جنوب شرق غرب، لكل اليمنيين، ونقول أن الحكومة متواجدة الشرعية في الميدان اليوم، هي في عدن وستظل متواجدة في عدن، وأنتم أيها الحاقدون دائما الجماعة هذه الإرهابية المأفونة موتوا بغيظكم، ولكن إن شاء الله شباب عدن ورجال اليمن الحبيب هم الأقوياء وسيصمدون إن شاء الله أمام كل هذه التحديات التي يعيشونها. رجال الأمن متواجدين بإذن الله وهم لكم في المرصاد أيها الجماعات التي لا تريد لليمن الاستقرار. إضافة، نحن لن نكون يعني مكتوفين الأيادي أمام الدموع التي ذرفت من قبل الأمهات الغاليات، فهي قبلة على رؤوسهن، أمهات الشهداء الذين سقطوا بالأمس القريب ويعني وبشكل مبزع عندما يقومون باستهداف معسكر من شباب. شباب في عمر وزهرة ريعان الشباب، يعني عندما يقومون بتفجير معسكر الصلبان، يعني الذنب في قتلهم هو أنهم كانوا يطاردوهم الإرهابيين، كانوا يطاردون الإرهابيين لن يهدؤون فقاموا بتفجيرهم، لكن بإذن الله تعالى لن نهدأ في هذا الموضوع وسنكون قريبين إن شاء الله من الرجال الأشاوس. دعوني استقبل هذا الاتصال معي من محافظة من أبناء الضالع زنقل من السعودية. مرحبا بك أخي زنقل. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والحرية والاستغلال أخي سمير. يا مساء الأنوار والسرور والبهجة والياسمين، حياك الله يا ابن الضالع الأبية معي على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام، تفضل. أحييك الله، يعطيك العافية. أولا عزي أنفسنا وأهل الشهداء الذي سقطوا الأمس في العملية الإرهابية البشعة رحمة الله تفجير معسكر الصولبان، ونسأل الله أن يرحم شهدائنا الأبطال وينصر جنودنا البواسل وعظم الله أجرنا وأجركم في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يترحمهم ويتقمدهم في جناته يا رب العالمين. طبعا نحن شباب مهاجرين أخي سمير في خارج الوطن، نتابع كل ما يدور على أرض الواقع تماما بحرقة، نتابعها بحرقة، نتابع بحرقة. نعم، نؤكد القيادات، طبعا رسالتنا للقيادة نؤكد القيادات في السلطات المحلية والأمنية في المناطق المحررة بأننا معهم في محاربة الإرهاب واكتشافه من جذوره في كافة المناطق الجنوبية، ونطالب رجال أمننا البواسل باليقظة والحذر ومزيدا من الحرص والحس الأمني.
فالعدو غاشم عن جهه ويتربص بكل اللحظات، وكل ما يهمه هو إغراق المنطقة في وحل الإرهاب. صحيح. ونشر الفوضى في المنطقة ودول الجوار. نعم. كلنا نعلم أخي سمير أن هذا الإرهاب هو امتداد لمخطط الإنقلابيين والمخطط الإيراني الذي جابه زعماء الإجرام أعداء الحياة والإنسانية والوطن عفاش والحوثي ومن تبعهم. الإرهاب هو إرهاب عفاش، هو إرهاب الحرس الجمهوري. صحيح. هو إرهاب الحوثي وإيران. لم نرى إرهاب أخي سمير، لم نرى إرهاب في الشمال، وإنما زرعوا عفاش في الجنوب وهم أحفاده. لو تنظر إلى حقارة المخلوع إنه كل تاريخه ناصع بالإجرام. صحيح. ويادي من الطخب دماء أبناء الشعب. انظر يتحالف مع الحوثي والقاعدة وداعش وإيران ليستمر في تجبره وطغيانه. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن هيهات هيهات أنهم ينالون لكن المبتغى الذي لكن هم جاءوا له. لكن نقول للمخلوع والحوثي وإيران ومن تبعهم تبا لكم. واهمين أنتم وإرهابكم لن ترهبونا، لن ترهبونا. أنتم وإرهابكم لن ترهبونا أبدا، سنواصل بناء الدولة الجنوبية مهما كلفنا من ثمن. تقتلوا الأبرياء والأبطال ولكن لن تقتلوا حلمنا ومستقبلنا، أرضنا ولادة بالأبطال ورجال المعارك وانتصرنا بسواعدهم وتضحياتهم. نعم، وخير الشاهد على ذلك رجال وشباب محافظة الضالع الأبية الذين كانوا يعني يقدمون يعني كثر من الشباب في صفوف الشهداء في عدن وأيضا لحج وأبين ومن أبناء يافع، وكل هذه المحافظات كان لهم صولات جولات في الدفاع عن حياض الأرض والوطن الحبيب. نعم أخي سمير، نعم، لن نقبل الحوثي وعن جهيته وعفاش أن يحكمونا في الجنوب. كما أن رسالة أخي سمير لغادتنا الجنوبية في الداخل والخارج بسرعة تشكيل الكيان السياسي الجنوبي لإكمال ما تبقى من سعادة دولتنا الجنوبية، واستدعاء أرضنا الجنوبيين عسكريين ومدنيين ومثقفين والعمل معا بروح الجسد الواحد لبناء الدولة وكل مقوماتها. فلا يوجد أي مشروع آخر أمامنا كجنوبيين إلا استعادة دولتنا كامل السيادة. كيف نتحالف مع كيف نتأقلم وكيف نتوحد مع عفاش والحوثي وهم أتوا بإيران إلى صنعاء؟ الآن شفنا الطائفة الإيرانية بكل تفاصيلها في العاصمة صنعاء. كيف نتوحد مع هذه الناس؟ لن نتوحد معهم ولن نتأقلم. نعم. وما رأيك بالأقاليم الاتحادية التي خطاها اليمنيون في كل مكان يا أخي زنقل؟ والله أخي سمير إحنا عندنا قوافل ودماء ضحت وأبطال راحت علينا بمشروع استعادة الدولة في الجنوب. إحنا نطالب باستعادة الدولة في الجنوب، لدينا قوافل من الشهداء ومشروعنا واضح. الأقاليم والوحدة انتهت تماما. من كان يقول الوحدة أو الموت، الواقع الجنوبي جعله يبلع لسانه. نعم، الموضوع الوحدة انتهى، موضوع في معنا الآن الأقاليم الاتحادية. ألا تلاحظ بأن الأقاليم الاتحادية ستكون خير مخرج لكل أبناء اليمن في الشمال والجنوب؟ مثلا في الجنوب هناك اتحاد قوي جدا وهو أربع محافظات جنوبية وعاصمتها عدن. ألا يعتبر أخي زنقل بأن هناك إقليم سيكون لديه خيرات وخيرات أبنائها وشبابها الواعدين منهم وإليهم، وبالتالي سينعمون بالخير وكأنهم الآن أصبحوا يعني في إقليم واحد وكأنها دولة خاصة بهم لكن تحت مسمى اليمن الاتحادي الكبير، وهذه لن تأتي إلا من فراغ، إنما جاءت من يعني ساسة كبيرة وأيضا تضحيات كبيرة للوصول إلى هذه الأقاليم بإذن الله تعالى. الآن مشاريع الأقاليم أخي زنقل تعتبر من المشاريع السيادية القوية التي إن شاء الله ستجعل من بلادنا يعني في مصافي البلدان، يعني ستكون من كبريات الدول، إضافة إلى موضوع المركزية. الآن أصبح في الأقاليم لا توجد مركزية، إذا لاحظت يا أخي زنقل يعني مركزيات أخي سمير. الأقاليم توضع في الدول المتقدمة، في الدول ذات ثقافة أخي زنقل. كيف نتأقلم مع أخواننا في الشمال؟ معلش حتى لو أخذت شوية. لا كيف نتأقلم مع ناس جاءوا قتلونا صغيرهم وكبيرهم كلهم؟ ليش اليوم نحن ما نكون اليوم ما نتأقلم؟ مشروعنا واضح، استغلال الجنوب. شهداءنا الذي ضحوا وقدموا أرواحهم هي هدفهم استعادة دولة الجنوب، لا خيار غير ذلك. إذا فرض على الشارع، الشارع سيرفضها، سيرفض الأقاليم وأي مخطط آخر. رفضناها من قبل بمليونيات، أكثر من 14 مليونية، والشعب الجنوب يرسل رسالة للعالم واضح مطالبه استعادة دولة الجنوب. أنا أشكرك كثير أخي زنقل على هذه المداخلة، كنت معي من السعودية من أبناء محافظة الضالع، شكرا جزيلا لك. ووصلت رسائلك في موضوع استقلال الجنوب، وإرادة الشعوب دائما هي لا
علو على إرادة الشعوب. شكرا جزيلا لك. دعني استقبل هذا الاتصال من محافظة عدن، معي محمود من عدن. مرحبا بك محمود. مساء الأنوار أخي محمود. محمود هل تسمعني؟ يبدو أن محمود لم يتمكن من التواصل معنا. نعاود الاتصال مع محمود ومع كل المتواصلين عبر شاشة قناة عدن الفضائية، ونحن نستقبل كل اتصالاتكم. فقط ما عليكم لإرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم المدون أسفل الشاشة، بعد ذلك نكون معكم دائما. مرحبا أخي محمود، أنا أسمعك بوضوح الآن. محمود هل تسمعني أنت؟ يا محمود أنت من السعودية تحدثنا ولا من عدن؟ من عدن. أي نعم يا محمود تفضل، أنت على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل. يا أخي أنا نقول الشفاء للجرعة. نعم. أول كلام هذا، وثانيا يا أخي إحنا عندنا هنا السيارات الطقم هذه العسكرية، أي واحد يعني مسؤول بعده 20 طقم 30 طقم بالسرعة هذه لا يحترموا مواطنين ولا يحترموا بشر ولا يحترموا أي حاجة. خطأ فادح. نعم يعني فاعلين فالدنيا كلها طربقت لأنه رئيس جمهورية، والجنود هذول اللي يموتوا مساكين يعني في يوميا ينقتلوا، منو مسؤول عنهم ومنو يحرسهم إذا كان مسؤول معه 50 طقم حراسة؟ أنا نطالب السلطة نشوف المواطنين هذولا اللي تعال. أنا أتكلم معك من الشرق رهي بنيت إدعاء السيارة. الله يعينكم إن شاء الله والشفاء للجرحى بإذن الله تعالى ورحمة الله. عمره 6 سنين من الساعة كانوا الطقوم هذه اللي يزوروا يعني في الشوارع طايرين ولا دارين بالبشر كل واحد يعني خلاص. هناك حادث أنت تذكر حادث نشيل القيادات هذه العسكرية، نشيل نتكلم مع المسؤولين، نشيل نتكلم مع الوزراء، نشيل نتكلم مع هذول. شوفوا الناس هذول المواطنين في بضاعة القواعد. أنا فين اللي أنا أعالج ابني داخل مشكلة بريهي؟ نعم ابنك الآن هو مصاب بسبب حادث من أحد الطقوم؟ اليوم أنا ابني ده عند عدد سيارة بالخط بالكورنيش مو عبد الرصيد عدد سيارة حق الطقوم هذا سيارة مستهترين في أرواح الناس يعني ولا يهمه خلاص خذوا معه الشفق للطقم ما عاد يمشي البشر اللي قدامه ما عاد يمشي البشر. الناس قاسين يعني سبنيرات وناس شهداء أو شباب وحاجة زي هكذا. الواحد مسؤول وراه 16 عصقوم حركات بايخة يعملوها بالناس شوارع بدون خطوط من 4 أو 5 ساعات علشان مسؤول واحد جازع مسؤول. إذا يا محمود إن شاء الله فهمت عليك ووصلت رسالتك في موضوع التهور الذي يقدم به سائقي الطقومات في العاصمة. هذا منو بيحرسه؟ منو بيحرس المواطن؟ الطلبة اللي يروحوا جنبيها فيها بالتفجيرات بالبلاوي، منو بيحرسهم هذول؟ إذا كان واحد يعني يحرسوا 10 طقوم، هذول منو يحرسهم المساكين اللي يجمعون عن طريق مشكلات تفجيرات ودمروا أبناء الشعب، دمروا أبناء الناس. نعم. هذا حرام. أشكرك كثير محمود على هذه المداخلة وما قدمته بخصوص الطقومات والتهور الذي يحدثه بعض سائقي الطقومات الحكومية والتابعين للشرعية، يعني هونوا حبة حبة على الناس، أنتم قريبين من الناس والناس يعني تستند إليكم وهي تتشجع فيكم أنتم وأنتم رجال الأمن البواسل، ولهذا كونوا أكثر اتزانا وعقلانية حتى لا يقول عنكم البعض أنكم عشوائيين أيضا في التصرفات. وأيضا الجانب الأمني ومن المسؤول على الجانب الأمني يجب أن يكونوا أيضا على دراية ما يقدم به بعض الأفراد. معي اتصال هاتفي على الهواء مباشرة، معي من السعودية الأخ سالم. مرحبا بك يا سالم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سالم؟ والله الحمد لله. نترحم على الشهداء الذين سقطوا في عدن. نعم. ونتمنى الشفاء العاجل لاخواننا الجرحى. الله يشفيهم شفاء عاجل يا رب. نعم. وعندي رساله لشعب الجنوب. تفضل.
رسالتي لشعب الجنوب أن يتكاتفوا وأن يوقفوا وقفة جادة مع محافظ عدن ومع مدير أمن عدن اللي هو شلال شايع. شلال شايع ومحافظ عدن يعملوا ليل ونهار لأجل استئصال هذا المرض الخبيث الذي يقوم به المخلوع والحوتة. نعم. أن ما يجري في عدن أنها أصابه أجرامية لا يخاف الله ولا يخاف رسوله. علي عبد الله صالح والحوثي، علي عبد الله صالح منذ عام 2007 الجنوبيين يقوموا بحراك سلمي. يقوموا بحراك سلمي ولم يقدر يقتل أي شخص، لأن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان مركزة على هذه القضية، لأن شعب الجنوب يخرج بصدور عارية منذ 2007. وأنت عارف يا أخ العزيز أن علي عبد الله كان يقتل 1 2 3 بكل مظاهرة يقتل 2 3 ولن يقدر يقتل من شعب الجنوب، ولكن الآن في هذه المرحلة التي احنا فيها في حالة الحرب علي عبد الله صالح وحوته هي فرصتهم الوحيدة، فرصتهم الوحيدة لقتل شعب الجنوب بالعشرات وبالمئات. الفرصة الوحيدة لعلي عبد الله صالح والحوتة هي هذه الأيام، هذه الأيام اللي يقتل شعب الجنوب باسم القاعدة وباسم الدواعش الذي يقوم بالعمليات هذه. نحن عارفين كشعب الجنوب أن العمليات الذي يقوم بها هو علي عبد الله صالح والحوتة، وهذه فرصة لشعب الشمال والحكومة عفاش بصنعاء والحوثي لقتل شعب الجنوب في هذه الأيام، لأنهم ما أقدروا من 2007 حتى 2011 لم يقدروا يقتلوا أي شخص من شعب الجنوب. اللي يقتلوه يقتلوا 1 2 بالمظاهرات اللي كان يقوم بها شعب الجنوب، ولكن الآن عندهم الفرصة الوحيدة لإبادة شعب الجنوب، لإبادة شعب الجنوب لحتى يوقف عن قضيته قضيته العادلة، قضيته العادلة لاستعادة دولته. والآن الذي يقوم بهذه العمليات صحيح يا سالم، هم ليس بالشعب الذي ذكرتهم، عبارة عن قوة كانت تصدر من المناطق الشمالية لقتل أبناء الجنوب، لكن انتهى هذا العهد وإن شاء الله عهد التسامح والتصالح وتبقى الجنوب أكثر يعني استقرارا بإذن الله تعالى. أشكرك كثيرا أخي سالم، كنت معي من السعودية وشكرا لتواصلك معنا. إذا معنا التواصل هاتفي من الشحر، معي على الهواء مباشرة محمد. مرحبا بك أخي محمد، مساء الأنوار يا محمد، هل تسمعني يا محمد؟ نعم، الشبكة يبدو أنها عندكم ليست قوية في التواصل. محمد تسمعنا؟ انقطع الخط مع محمد من منطقة الشحر، أتمنى التواصل معه حتى وإن كانت هناك تغطية سيئة، لكن إن شاء الله نتمكن من التواصل معه لأن منطقة الشحر عزيزة وغالية علينا، فهي إحدى مناطق اليمن الحبيب، وجميل أن تكون هناك اتصالات وتواصل من كثير من مناطق وريف اليمن. نعم، نحن نتحدث عن الجوانب الأمنية في عدن في كل المناطق بأن تكون هناك يعني تكريس أكثر من الجهود لجعل الأمن يعني يعتبر من أولويات الحكومة حتى يعني تبدأ الحياة أكثر يعني في تطبيع الحياة. عندما يكون هناك تواجد أمن نلاحظ أن الخدمات وكثير من جوانب الحياة تكون بشكلها الطبيعي، يعني حتى موضوع رفع سقف الإجراءات الاستباقية لكثير من بعض الخروقات الإرهابية التي قد تحدث، لأن هناك ذكر وزير الداخلية بأن هناك بعض يعني خطط إرهابية محتملة قد تحدث، وهناك يعني بلاغات في هذا الموضوع. يجب الآن تكون هناك يعني سقف يعني الاحترازات الأمنية الاستباقية لمثل هذه الخطط الإرهابية تكون متواجدة في الجانب الأمني الشرعي الخاص في الحكومة الشرعية. ومباشرة نريد أن نسمع بأن رؤوس هؤلاء
معلقة في إحدى البوابات الكبيرة في عدن، نريد محاكمة هؤلاء، أين يذهبون؟ معي اتصال هاتفي على الهواء مباشرة، محمد من الشحر، أعود لك يا محمد، مساء الأنوار. محمد كيف حالك؟ يا محمد أنت معي على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام على قناة عدن. شبكة سيئة للغاية في منطقة الشحر للأسف الشديد، كنا نتمنى نتواصل معك أخي محمد لكن يبدو أن الشبكة ضعيفة جدا. عموما مشاهدينا الكرام ما زلنا نستقبل تواصلكم معنا عبر شاشة قناة عدن الفضائية والتي هي صوتكم أنتم، ونعرض كل همومكم وقضاياكم عبر نافذة برنامج رأي عام، هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نضع كل المواضيع وكل الهموم بكل شفافية، ونحن صادقين في إطروحاتنا وأنتم أيضا صادقين أيضا في شفافيتكم والتحدث بكل ما يجول في خواطركم وصدوركم، حتى نتحدث عن هذه الهموم التي تعيشونها حقيقة في كل يعني شبر في أرض اليمن. هناك كثير من الإشكاليات ولكن دائما نقول نحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تكاتف الأيادي وإلى معرفة الفاسد، ونقوم بمحاسبته ومعاقبته حالا حتى لا تتفاقم مثل هذه الأوبئة كثيرا، وهي الآن تعتبر منتشرة في كثير من محافظات اليمن. هناك كثير من رموز الفساد متواجدين، يجب الآن بترهم وقطع أيديهم حتى لا تتلوث بلادنا الحبيبة بمثل هؤلاء الذين يعني يعتبروا امتداد للنظام السابق المقيت، الذي يعتبر هو أكثر يعني من جعل اليمن في معاناة وتجرعنا ويلات الحروب، وهذه كل الإشكاليات هي عبارة عن امتداد لما كان يحدث في الأنظمة السابقة من فساد وإشكاليات. إذن مشاهدينا الكرام زلنا نستقبل هذه الاتصالات منكم عبر الرقم المدون أسفل الشاشة، ما عليكم فقط إلا إرسال رسالة قصيرة SMS بكلمة رأي عام، بعد ذلك يتم التواصل معكم مباشرة وتكونون معي على الهواء بإذن الله تعالى. الحديث في الجوانب الأمنية يطول حقيقة لأن الموضوع حساس للغاية، ونحن لا نفقه في الجوانب الأمنية، لكن نحن كمواطنين نحتاج إلى أمن. أنا مواطن في نطاق اليمن الحبيب، في عدن، في لاحق، في أبين، في الضالع، في تعز، في كل مناطق اليمن، نريد أمن. كيف نريد الأمن؟ معنا رجال الأمن الأبطال، هم المسؤولين الآن، والقيادات العسكرية أيضا، مدير الأمن والمحافظ وكل من هو مسؤول في الجانب الأمنية في المحافظات، وأيضا وزير الداخلية، يجب أن تكون هناك يعني أفكار يعني وحس أمني قوي. نشعر بأن احنا في اليمن، اليمنيين أكثر ذكاء ونعرف مكان من الخلل أين تحدث، يعني بيضحك الناس علينا في كل مكان. الآن يجب علينا أن نكون أكثر يقظة، أكثر تكاتف في موضوع الأمن والحسك في هذا الموضوع. معي على الهواء مباشرة من محافظة أبين علي، مرحبا بك يا علي. مساء النور العافية أخي علي، أنت معي على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام. علي، يا علي أنا سامعك الآن، حاول تتحدث معنا. التغطية في اليمن للأسف الشديد إشكالية فيها. يا علي تسمعنا؟ مساء الأنوار يا علي، كيف حالك؟ هلا والله، حفظك الله، أنت معي على الهواء، تفضل رأي عام. اي نعم على الهواء، انت انا سامعك والمشاهد الكريم يسمعك الان. مساء الخير والحرية ان شاء الله. يا مساء الانوار والسرور، حياك الله يا علي. نترحم على شهدائنا، شهداء الجنوب كامل رحمة الله، وفي اللي امس واللي قبل 10 ايام. نعم. الو، سامعك يا علي بوضوح، انت تفضل فقط في حديثك حتى لا تكون هناك يعني الوقت. نعم نعم، زين اتصل في الموضوع ان شاء الله. نحن نطلب يعني من فخامة الرئيس أن يخرج يعني بيان من أجل إيش؟ من أجل يعني الشعب، عرفت كيف؟ نعم. يعني يخرج بيان من أجل الشعب أن يشوف يعني زي ما تقول يعني الناس تبغى تطمن، أنا عن نفسي من عدن قبل أمس والله الأمن مستتب يعني قبل 4 أيام، بس الحين هذا اللي يخربون، ما أعرف إيش اليوم، لازم أنت إيش؟ يعني ياخذ قرار فخامة الرئيس عبد الرب منصور قرار يعني بالجنود من يتكئ يعني على حجر
المكافأة، هذا اللي بيجيب صح. أنا يعني لازم مكافأة للعيش، لازم مكافأة للأمن، يعني من أجل الناس تتحمس ومن أجل الإعلام. أنا في أي دولة في العالم مش معناها أنت زي حد ولا لا؟ أخير؟ نعم. لازم مكافأة من الدولة، لازم مكافأة للأمن اللي بحرصهم بسهم في كل طوال السنين هذه. يعني أنا إذا شفت في أنه في أمن، إذا شفت في حاجة خطر بروح منها ولا كيف؟ لازم في مكافأة، لازم في يعني في قدام الشجاعة، لازم في حاجات كثير واضحة لأبناء شعبنا. وصلت يا علي، أنا أشكرك كثير على هذه. أنا أتمنى علي والله والله أبدا أنا أجلسنا علينا قبل ثلاثة يوم أربعة يوم، الأمن والدين والدنيا مستفزة لا فيها أي شيء، بس فيها هذه المحظورات يبغون يقولون هذا على الله الله أنه هو حرج الله من حق الخير، كل اللي يبغى يخرب لي. من شأن نبغى نشوفوا عدم ما في أهم نشوفوا، وكان لازم استخبارات، لازم نشوفوا استخبارات. والله أنا أعرفه أشخاص، أنا جيت في أحد هناك والله الناس تعرفهم، هذا يقولوا مع القاعدة وهذا مع القاعدة، لكن يجي يذكروا أبوهم. نعم. اللي مع القاعدة والله يحرقوه، يكون حي، خير والله يحرقوه أبوه، يحرقوه حرب. نعم. هذا لا خوارج، خارجين عن الملة والدين هذا. وصلت مداخلتك أخي علي. نعم كنت معي من محافظة أبين، أشكرك كثير على هذا التواصل. هو موضوع مكافآت رجال الأمن حتى يتمكنون من يعني أن يكونون في الميدان بشكل أقوى، والجانب الأول هو الوطني، يعني الإنسان عندما يعمل يعمل من أجل الوطن، بعد ذلك تأتي كل هذه المكافآت المادية حالما يعود الوطن إلى استقراره. مشاهدينا الكرام، كثير من القضايا في اليمن الحبيب أصبحت اليوم شائكة، تحتاج فقط إلى حل حالتها بشكل متسارع من قبل السلطات المعنية ومن قبل الحكومة أيضا الرشيدة. اليوم تبذل كثير من الجهود حكومتنا الشرعية متواجدة في عدن وفي كثير من المحافظات، لكن المواطن يعني هو بحاجة أيضا إلى مضاعفة هذه الجهود، لأن الوضع لا يحتمل إطلاقا، وهناك مأساة حقيقة يعيشها أبناء الوطن الحبيب. ولهذا عند مضاعفة مثل هذه الجهود وعدم اللامبالاة أيضا وعدم الاكتراث لأبناء اليمن سيضعنا في وضع مأساوي ويتفاقم أكثر، وتصبح الأمور في مجرى أو مسار آخر ومنعطف آخر، وهنا تحدث إشكاليات كثيرة. ولهذا يجب التركيز اليوم من قبل الحكومة والوزراء والرئيس الجمهورية نائب الرئيس ورئيس الوزراء وكل المعنيين في حكومتنا الشرعية الاهتمام والنظر لكل قضايا المواطنين وقضايا اليمن الحقة، خدمات، تطبيع حياة، جانب أمني، حماية الوطن من العابثين والإرهابيين. كل هذه الأمور تقع على عاتق الحكومة الشرعية، ولا يغفر المواطن للحكومة لأنها هي المعنية اليوم. ولهذا نحن الآن نقف مع الحكومة كونها تعمل في الميدان وسنساندها. بحاجة أيضا إلى تواجد كل المعنيين والحكومة متواجدة في الميدان، لا نريدهم فقط يعني في بيوتهم وفي الفلل وفي تحت المكيفات، نريدهم تحت الحرارة تحت أشعة الشمس متواجدين مع المواطنين في أرض الميدان، في عدن، في لحج، في الضالع، في أبين، في كل مكان. لا تدعوا فقط السلطات المحلية هي من تكابد في كل المحافظات، لأن هناك أيضا خروقات تحدث في السلطات المحلية وأنتم لا تعرفون، والسلطات المحلية البعض يعملون في يعني في شرف وفي نزاهة، كافوهم اذهبوا وكونوا معهم في الميدان. أما إنكم بعيدين عنهم، أعتقد أن الحال سيصبح كما هو الآن، ونحن نشاهد حال مؤسف للغاية. ولهذا وجود الحكومة في الأرض في الميدان وهي تشاهد الفاسد وتقوم ببتر يده وتقوم بمعاقبته ومحاسبته أمام الملأ حتى يخاف بقية الرموز وتبدأ الحياة الحقيقية التي نحتاجها من مئات السنين ومن كثير من السنين كانت غائبة عنا، موضوع يعني الجانب الشريف والنزاهة في العمل في الميدان. ولهذا تواجد الحكومة يجب أن تكون في الميدان الآن وتفعيل الحياة من جديد. أم ناصر معي على الهواء مباشرة من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أم ناصر؟ الحمد لله، كيفكم؟ إيش أخباركم؟ حفظك الله ورعاك يا الغالية، يا هلا فيك، نورة الشاشة، تفضلي. يعني شغول يا شغول. أنا عارف يا أم ناصر، والله أنا عارف شغول. أقول يوم الجنوبيين ضحية مين؟ ضحية مين اليوم يقتلوا؟
يا ناس يا عالم، يا عبد الرب منصور هادي، يا بن دغر، على حسب مين يقتلوا اليوم الجنوبيين؟ على حسب مين؟ على حسب الشرعية؟ على حسب الوحدة؟ على حسب مين؟ ايش جابت الوحدة؟ هذه من جزات الوحدة يا ابن المحافظات الشمالية اللي نطالبوا فيها، هذه من جزات الوحدة، هذه من جزات الوحدة، هذه المدارس اللي كانوا يدرسوا فيها الجنوبيين في دماج، في المحافظات الشمالية، في مدرسة الإيمان، جامعة الإيمان، هذول اللي تخرجوا اللي اليوم يقتلونا، اللي يقتلونا، ولما يقتل المصيبة إنه يكتب أنا أبو مين؟ لا يا الضالعي يا الردفاني يا العدني، يعني لهذه الدرجة نحن أغبياء مش نعرف من اللي قتلنا؟ يا عالم يا هو يا أخواني اللي في المحافظات الشمالية، ترى الفيحة يعني الريحة خباحت، هذا إبادة الجنوبيين، إبادة إبادة إبادة. إذا كان يقتلوا في تعز فهم في حرب، في المحافظات الشمالية في حرب، نحن اللي دافعنا عن الشرعية، نحن اللي خرجنا مع الشرعية، لأن كان في اليمن كانوا مستنيين لما يدخلوا الحوثيين ويستبد الأمن في المحافظات الجنوبية. وبعدين معك يا علي عبد الله صالح، أنت الرئيس نفس حركة 94، لكن فاجئوا بالتحالف العربي لما علي عبد الله صالح راح يتحالف مع إيران، علشان من هذه الحرب كلها؟ علشان الجنوب، علشان الجنوب، علشان خيرات الجنوب اللي اليوم يقتلونا من خيراتها. مين يقتلنا؟ علي عبد الله صالح وأهله كلهم وجماعته كلهم اللي يقتلونا اليوم يبيدونا. فلا تخافوا يا أبناء الشمال، إننا الإحصائية شفتها في قناة حضرموت، منهم 7 مليون حضرمي اللي في إندونيسيا، غير اللي في الدول العربية، غير اللي في دول الخليج. ترى نحن بنوازيكم بالعدد السكان يا أخواني، إذا تخاوينا فأهلا وسهلا، إذا كان إباحة الدم يعني إيه القاعدة؟ يعني القاعدة مش يعني ما تحصل العيال اللي الجنوب تقتلهم؟ ليه في معرب فيبها عسكر فيبها مجندين، ولا معرب يكشفوهم؟ وعدن يعني اللعبة في 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 أماكن ثانية، والحزام الناشف ما تقول يا أخواني، تعالوا معانا حزمة ناشفة وفوقها بنعطيكم هدية طقم، ها حزام ناشف وفوقها هدية طقم. ذوقوا الأمهات اللي اليوم يبكوا في بيوتهم أشلاء مش حصلوا عيالهم جثث عيالهم، بتقولوا إيه؟ تقولوا ما إحنا عندنا حرب، ما إحنا نخوض حرب. من اللي حاربكم؟ أبنائكم اللي حاربوكم، أبنائكم اللي حاربوكم. لكن خرجوا واحد جنوبي دخل الشمال يضاربكم، ولا معاه قنبلة ولا معاه حزام ناشف يقتل فيكم، يلا خرجوا واحد منكم. وليش تكذبوا؟ وليش تكذب الإعلام يقول إنه مكتوب عليه الردفاني؟ والله ما صدق إنه جنوبي اللي يقتل، وإذا كان جنوبي فهو خسيس ويستحق القتل هو، واللي إذا كان أهله ساكتين عنه وعارفين فينا يقتلوا حتى أهله يبيدوا، ولا اللي يقتل الناس أهله يروحوا يوديهم أي مكان اسمه شلال وشايع، ينفوهم عشان يكونوا عبرة، أهاليهم تكون عبرة للباقيين اللي فجروا أنفسهم إذا كانوا جنوبيين. نعم. حرب من 94 ونحن نقتل، من 2007 اللي في سماح العزاء، من اللي قتلهم مش ضبعان؟ جعلنا ضبع ياكله مش ضبعان؟ زنجبار من اللي سلمها؟ مش مقوله؟ من فين مقوله وضبعان؟ يلا قولوا لي من فين؟ مش من المحافظات الشماليه؟ نحن لا قتلناكم، لا سلبنا لكم ارض ولا سوينا حاجه يا اخواني. يعني حتى ما يعزوا، اطالع على التلفزيون ما في تعزيه منهم المسائل اللي في المحافظات الشماليه اللي في مأرب، ما حد عزى. يعني لهذه الدرجه اليوم يقتلوا ابناء الجنوب تبودوه؟ حرام اقسم بالله. ترى نحن مش اغبياء وعارفين من اللي قتلنا، علي عبد الله صالح واللي يقربوا له العائله الحاكمه، ما هو شال بلاد علي عبد الله صالح، واقسم بالله
ان يا علي عبد الله صالح لو كان دخل الجنوب وتمكن من الجنوب انهم كانوا معاه كلهم، لكن لما شافوا طائرات التحالف تقصف وعرفوا ان مش الدنيا احمر واخضر، لا الدنيا سوداء، رجعوا مع الشرعيه يجروا، والشرعيه من اللي حماها؟ مش حماها ابناء عدن اللي اليوم يقتلوا؟ فاحت الريحه ترى، فاحت الريحه، والله ما نصدق انه اذا كانوا من ابناء الجنوب اهاليهم تنفع. نعم. تنفع اهاليهم، يسالوا على اهاليهم ينفوهم يودوهم اي مكان. نعم. يكونوا عذرا للباقيين. يوم ناصر ووصلت هذه شباب اليوم يقتلوا شباب. وحرقة الام التي يعني كلنا في وجع حقيقة وفي غصة ما حدث في عدن، فرحمة الله على الشهداء. أشكرك كثير يا أم ناصر، كنت معي من السعودية على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام، ونسعد دائما بالتواصل معك، فأنت ضيفتنا العزيزة والغالية، وأنت ابنة الجنوب الحر الطيبة الحبيبة. شكرا لك يا أم ناصر، ودعوني استقبل اتصال من محافظة عدن. معي محمد على الهواء مباشرة، مرحبا بك يا محمد. مساء النور، العافية أخي محمد. محمد سامعنا؟ يبدو أن الخط انقطع مع محمد. نعم معك يا محمد، أنت معي على الهواء مباشرة. السلام عليكم. وعليك السلام. أيوة. ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أشتاق لك حاجة، يعني عدا عن سبب إيش اللي انفلات هذا الأمني. سبب إنه يا أخي بتسمع أكبر، يعني أنا عدني مثلا يجي يطلع واحد ناس يقول لك لك صالح أبو أنتو قاومتو عبدالله في الجلاس عبدالله سلم بريش، وكأنه الجيش اللي سجل أنا كله بالع. أنا والله ربنا كان من عدري رجي استغرب، يعني الناس يشتغلوا ويوم يقول لك يعني يجي يقول لك ال عم بحسودة أدروس سلان تبع إيران، ويوم يجي يقول لك تبع القاعدة، عايز استغرب الشغل القيادات الكبيرة حق ما تستغلش كلها إيش فتنة بس، يعني المعسكر هذا وكان فلان هذا يسجل لأنه مقاومة اللي في دار تعني عسكر يقاومه ويسجلوا طبعا اللي فلان الولد فلان اللي يحترم ترفع ولد فلان، يعني جيش ما فيش فايده امن ما فيش ولا يدربوهم ولا شيء. انت خلي واحد صار في سياره يبغى خمسه وتحصل زعمه وطريق بالندى تقعد عند الساحل وهنا عاملين نقطه وزحمه، والله ربنا يرجع لك عمل اي حد يرجع لك حد يقول لك هنا بس جالسين نزوم وجالسين ما فيش يقظه ما فيش تدريب. انا قدمت في الثمانينات يا اخي، والله قدمت في الثمانينات كان يعني اول ما تقول العلد بالتدريبات توصل وزعمت في منطقه الريف ما فيش تدريب ما فيش يقظه ما فيش عقيده ما فيش ادولوجيه ما فيش فكر واحد في الا فتنه بين الجنوبي البيت الناس شغل صغير. نعم فهمت عليك. كل هذا حربان يقول عدن كله يستولي على عدن، ما تحمل عدن الصبيات سجلوا البدو سجلوا، لا مركزين على الضالع، ليش ما نجاري؟ تركيز كله على الضالع، الضالع عدن كله عدن، الضالع عدن، ليش نجاري؟ على انه يعني خارجين من النظام وبعدين مع قيادات كبيره وسلطه محمله بالغنان فساد، محمله عبد الله والرئيس عبد الله عبد الله منصور هذه يمكنهم من السلطه، يا اخي لما تكون واحد معروف انه فاشل وذا يقتلوا، ايش تتوقع انه يحمي لك من خير؟ ناس فاسدين. صح. يعني واضح يعني اقل بالاخر فتنه موجوده في عدن فتنه في الجنوب، يعني الناس ياكلوا بعض بس خلينا ناكل بعض، خذ كل منهم، في ناس خايفين من الدوله خايفين من تركيزها القياده قد يكون مثلا عدل مثل النظامي يخافوا منهم، انا ذلك كيف يحاولوا يقولوا جماعه النظام اصحاب سلال ويسلحوا بالناس وكل الناس، يعني في الشرق المساله وضعها جدا الشمس الان، يعني ما يستوش عدن تقوم يوم القيامة، وهذا المسرح من؟ علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح عسكر حقه هو اللي ينتجوا صح؟ بس ينتجوا هذولا ولدوا علينا في الدعم الطريق يعطيهم ها؟ وما يفتشوا ولا داري من الدنيا فين؟ ما فيش تدريبات، ما فيش أي قضاء، ما فيش وطنية، الوطنية مع الميز موزوعة. لا يقول أعتقد أبو عسكر كل واحد عنده عسكر فيها ثاني، هي دي الكارثة. معنا سمير؟ إيه سامعك، فهمت عليك يا محمد. ايه سامعك سامعنا يا اخي، والله انه الكارثه كبير ان الوحده تبقى، الوحده ما تبقاش بالطريقه والله مفرقات، لانه اللي حاصل الان اغلب اغلب عدن من المناطق الشماليه، يعني حاربوا فترات زمنيه لعدن، فالان تستغرب عليهم قدموا خدمه عسكريه هنا ولا يشتغلوا ضد الجنوب،
خدموا خدمه ايام الحج في الثمانينات، انا عارف ناس والله ربي خدموا معي في الثمانينات، وكنا يعني قدام مع بعض وحضهم للبنود. الان الدرجه اللي حصل بعضهم تطوعوا، المهم وانا الدرجه كانه شعور انه كانه الوحده ايش؟ الوحده انت هربت من الشمال، هربت في الظل، لم تفضل موصل احنا لعدل، لما الظل موصل في الشمال اصبحت عدل. يا اخي الرئيس علي عبد الله صالح ايش صلح؟ هو شعار لما سمت الوحده من الشعار والله كان دوله النظام والقانون صح؟ اول شعار في دوله اول يوم الوحده طلعوا الحزق الباطل دوله بين النظام، الرجال قضى على النظام على القانون، الجبل استغفر الله العظيم دمر كل شيء. ما تنسى شو شاف رئيس العالم، شو شاف حد شاف رئيس العالم يبيع قطاع الدوله، يبيع الدوله، يدمر يعني مخططات البلاد، خلى عدم استغفر الله العظيم. تخيل انا في مكان والله وربي يجينا فؤاد الكبسي، في الناس فؤاد الكبسي يبني قدام بيتي، ليش؟ ما تتجري فؤاد الكبسي خلك على الدرهين، يعني في رئيس دوله يعني يزرع داخل شعب الفساد، اسمعت عدن لها الرشوه، ما لها من هذه الرشوه، يعني اقصد نحن فساد فظيع فظيع فظيع، والان تصلح الفتنه، الان الفتنه موجوده بشكل فظيع، يسقطوا بان احنا فساد، فابدا انا لا لي مصلحه ولا شيء بس. الو ايوه نعم سامعك يا محمد، فهمت عليك ان هناك فتنه سامعك يا محمد بوضوح. أنا سيد والله أبي الناس الآن مثلا زي المبادرة الأخيرة، الأخيرة تقول الرئيس عبد ربه يعني تنازل بعد هذا اسم عبد ربه، هل أنتم الوحدة تطلع الوحدة فاهم المبادرة تقول ما فيش اتحادية ما فيش قانون، يعني في حاجة اسمه أنت رجع لنا نفس النقطة نفس الصدر نفس الحاجة اللي أنا استثمرت فيها رجعنا، يعني حاجة مش معقولة. وهم يهمهمش اللي موجودين هنا أصحاب الإصلاح للداعش، ما يهمهمش وهم ما عايش الوحدة ليش؟ وكأنهم يا أخي يعني عايشين بعد. أشكرك كثير يا محمد، أشكرك كثير على تواصلك معي ولهذه المداخلة، كنت معي من محافظة عدن محمد، ووصلت رسالتك بأن هناك فتنة حقيقية بين أبناء الوطن الواحد، ولهذا إن شاء الله تزول مثل هذه الشوائب، وأيضا رموز الفساد المتواجدين في عدن الآن ما زالوا متواجدين، فيجب أن يكون هناك صحوة ومعرفتهم واحد واحد حتى يتم نفيهم، ولسنا بحاجة للفاسدين وهؤلاء الرموز الذين هم عبء على الوطن الحبيب وعلى عدن وكل المحافظات الحبيبة في اليمن السعيد. دعني استقبل هذا الاتصال معي من السعودية، علي مرحبا بك يا علي. السلام عليكم، كيف الحال يا عمي؟ يا هلا فيك، وعليك السلام، حياك بخير وعافية، وأنت أخبارك؟ والله أمور الحمد، كيفك طيبين من العم؟ طيبين يا علي، أنت من أي محافظة؟ من يافع. يا هلا بيافع وأهلنا في يافع الحضارة، حياك تفضل. حياك والله مدين مستنكر ما حدث اليوم الأول أمس في عدن من كل قلوبنا يا أخي. نعم وجع قلب وكلنا شعرنا في هذه الغصة وبهذه يعني نحن بالغربة وبالهم وكل شيء، وعادهم يجوه بعدهم يفعلوا هذه التفاجير، والله وجع قلب يا أخي من ناحية الغربة، وجع قلب من ناحية هذه التفاجير وكل شيء. يا أخي يعملوا حل، يعملوا لهم نقاط على بعد 1000 متر بينه وبين معسكر حق الصولبان. نعم. ويفتشوا، طلع عسكري من معسكر الصولبان رجع فتشه ما لا يدرك. نعم. أيوة لأن هذه ما أظنها جات كذا من رسم الخيال، يا أخي هذه جات من لعبة ملعوبة من علي عبد الله صالح وأمثاله. صحيح. لكن لن ينالوا يعني الأرض الطيبة، ولن ينالوا منها ومن أبنائها إن شاء الله، وسنكون جميعا لهم بالمرصاد، وستختفي مثل هذه الجماعات عما قريب بإذن الله. لن ينالوا من أرضنا وإن شاء الله أنها بعيدة عليهم مثل ما بعد السماء، خلاص هذا باقي حلم يحلمون أنهم يجوا عدن، أبدا عدن ما عاد يرجعوها. نعم. ونحن أبناء الجنوب كلنا ندافع عليها، ما إحنا ما نحب العنصرية، بس يا أخي هم اللي يحبوا العنصرية، المكان اللي محرر يعملوا لك فيه زعزعة وقلقلة عشان يقولوا لك شوف المكان اللي تحت يد الشرعية وإيش موقفه. نعم. وشوف المكان اللي تحت يدنا لا تفاجير ولا أي شيء، معروف أنه رسم خطط من عفاش وعبد الملك الحوثي، هذا إنسان فاشل، خطط خبيثة كل معنى الكلمة، ويريد أن يدمر عدن ويدمر اليمن بأكملة. صحيح نعم والنعم فيك، صح هذا هو زين العقل وهذا الكلام الحقيقي، هناك مخططات ترسمها أيادي الغدر والخيانة من قبل الميليشيات. أنا أشكرك كثير يا علي من أبناء يافع، كنت علي من السعودية، حافظك الله. اليوم حقيقة نحن نستقبل الاتصالات والكل في حرقة بسبب
الوجع الذي تعيشه عدن، واليوم عدن حزينة وكلنا محزونون لفراق كثير يعني الشهداء. فكل مديرية في المحافظة، محافظة عدن والمحافظة المجاورة، تودع قوافل من الشهداء. رحمة الله عليكم يا شهدانا الأبرار، ورحمة الله على كل من سبقكم وسبقونا في الاستشهاد، والشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين الذين يقعون الآن في مستشفيات العاصمة وكل المستشفيات. فالتحية لكم وقبلة لرؤوسكم، أنتم الأحرار دائما، لكن إن شاء الله ستتحرر البلاد من هؤلاء الجماعات الموتورة بإذن الله تعالى. محمد كان معي اليوم من عدن وتحدث عن موضوع زعزعة العلاقات بين أبناء الوطن الحبيب. أشكر كثير على التواصل. أيضا زنقل من محافظة الضالع، شكرا جزيلا لك، وابتدى في الأمسية الاستقلالية وتحدث عن استقلال الجنوب، كل التحية لك. وتحدثنا عن موضوع الأقاليم الاتحادية، وأننا الآن نرتقب عن الأقاليم الاتحادية التي هي الآن الخطط المرسومة من قبل الحكومة، وكلنا إن شاء الله سنكون جاهزين في هذا الحدث الكبير، وكلنا مع الأقاليم الاتحادية. وولى زمن العنصرية والمقيتة والفرقة أيضا بين أبناء الشعب الواحد العظيم أبناء اليمن. مشاهدينا الكرام، أيضا كانت أم ناصر التي تحدثت بحرقة من أجل أبنائها الذين استشهدوا، فرحمة الله عليهم. التحية لك يا أم ناصر ولرسالتك التي قدمتيها من أجل مضاعفة الجهود في الجانب الأمني. أيضا محمد إبراهيم الخبير الأمني في عدن تحدث عن كثير من الأدوات الاستباقية والإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة في كثير من المديريات. وصاحب الشحر اليوم كنا نتمنى يكون معنا، لكن للأسف الشديد محمد لم نتمكن نتواصل بسبب التغطية، ومحمود أيضا من عدن. عموما مشاهدينا الكرام، أشكر كل من تواصل معنا في هذه الحلقة اليوم ضمن سلسلة برنامج رأي عام. بإذن الله تعالى أكون قريب منكم، نتلمس كل الهموم والأوجاع والقضايا التي تعيشونها في نطاق محافظاتكم في اليمن الحبيب. رأي عام هو برنامجكم أنتم، فكونوا معنا دائما في تواصل جميل بإذن الله، وسنكون قريبين منكم ونتواصل مباشرة مع المعنيين والمختصين لنتلمس هذه الهموم والقضايا. في الختام تقبلوا كل التحية والتقدير وكل الحب مني أنا سمير السروري من طاقم قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء. رأيك غير رأي، غير رأيها، غير رأي ناس كثير. لازم يكون هناك اختلاف، لكن هناك مواضيع كلنا غالبا نتفق فيها، وهذا الذي يسمى الرأي العام. من خلال برنامج رأي عام سنتعرف على رأي المجتمع والإعلام والصحافة ورأيكم أنتم أيضا، من خلال مشاركتكم على الهواء مباشرة في كل قضية أو ظاهرة أو خبر يتعلق بحياتنا، لكي نكون للحقيقة أصدق. للمشاركة بالبرنامج يرجى إرسال رسالة نصية بكلمة رأي عام على الرقم التالي